تفسير مشاهدة لبس الجوارب في المنام للمتزوجة. ورؤية المنام للمتزوجة يدل على تربيتها الصالحة وعلى أمورها المستقرة في حياتها الزوجية. وقد يفسر إذا رأت المرأة المتزوجة الحالمة في المنام بأنها كانت تشاهد الكثير من الجوارب في حلمها ولم تستطيع أن تقوم بشرائها، فهذا يدل على أن هذه المرأة الحالمة المتزوجة سوف تواجه بعض الأزمات المادية في حياتها خلال هذا الوقت. ويشير أيضاً إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام بأنها كانت تشاهد الكثير من الجوارب الجديدة في منزلها وكانت سعيدة بها، فهذا يدل على استقرار حياتها الزوجية وبعدها عن التوترات والمشاكل في هذا الوقت من حياتها بإذن الله تعالى. أما إذا رأت المرأة المتزوجة الحالمة في المنام بأنها كانت تشاهد الكثير من الجوارب الممزقة في حلمها وكانت حزينة لرؤيتها، فهذا يدل على أن هذه المرأة المتزوجة الحالمة سوف تواجه بعض المشاكل في حياتها الزوجية والله أعلم. تفسير رؤية لبس الجوارب في المنام للمرأة المطلقة. إذا رأت المرأة المطلقة في المنام بأنها كانت ترتدي الجوارب الممزقة في الحلم وكانت سيئة الشكل، فهذا يدل على أن هذه المرأة المطلقة الحالمة سوف تواجه الكثير من المشاكل مع زوجها السابق في هذه الفترة من حياتها والله أعلم. أيضاً يختلف التفسير، فقد يدل إذا رأت المرأة المطلقة في المنام بأنها تقوم بشراء الكثير من الجوارب الجديدة، فهذا يدل على دخولها في أمر جديد في حياتها، ومن الممكن أن تكون علاقة حب أو زواج أو عمل والله أعلم. ويشير أيضاً إذا رأت المرأة المطلقة الحالمة في المنام بأنها كانت تشاهد زوجها السابق وهو يعطيها الكثير من الجوارب الجديدة، فهذا يدل على رجوعها إلى زوجها مرة أخرى واستمرار الحياة بينهم بشكل سعيد بإذن الله تعالى.